دائما ولله الحمد والمنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهذه العائلة تناشد فيكم يا حصة، وافعلوا الخير. من هذا المنبر، من ولاية الجلفة، من دائرة مسعد، تناديكم هذه العائلة. هذه العائلة أصيبت بشلل كامل، بشلل كامل، ومطلوب منها عملية تقارب 100 مليون، عمليتين، عملية على مستوى القلب وعملية على مستوى الرأس، مع العلم أن الطبيب قال لها لو كان تدير العملية على رأسك وتنحي القطرة تاع الدم هذيك تصبح تمشي لوليداتها، وراك تنظر بها وليداتها صغار وما عندهاش ورجلها ما عندوش، ولله الحمد والمنة. نلتمسوا بكم الخير وعيطونا إن شاء الله ونجيب لكم الوثائق ونجيبوها حتى هي. بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم.